صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهارده احنا 13/1/2018 موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره، ومجموعه متنوعه من الفقرات. بس خلوني في البدايه طبعا نبارك على النادي الاهلي على مباراه السوبر امبارح، ونبارك لكل جماهير النادي الاهلي ومبروك لمصر. صباح الخير يا اشرف، ازيك؟ صباح الخير يا دينا، صباح الخير على كل الساده مشاهدي قناه النايل لايف في كل مكان. ودينا بتقول 13/1/2018 جالي ذعر. لا ليه؟ حسيت الايام بتجري. ها بتجري بسرعه جدا. كل سنه دايما وانتم طيبين. سعيد ان دينا علقت وقالت مبروك للنادي الاهلي بدون انتماءات وبدون تحيز. احنا بنتكلم على الكره الجميله، الكره الحلوه. كل تحيه كمان ايضا للنادي المصري ولاعيبته اللي عبروا عن نفسهم على قدر المستطاع. 4 لاعبين امبارح هي كانوا بيلعبوا لاول مره مع النادي المصري. اسماء في النادي المصري مش مشهوره قوي، ولكن كله بيحاول ان هو يؤدي واجبه مع مدير فني محترم زي كابتن حسام حسن. كل تحيه للنادي المصري، كل تحيه ايضا للنادي الاهلي بالتاكيد ومديره الفني المحترم كابتن حسام البدري. نرجع مره ثانيه لماتشات الدوري ونشوف مين المتصدر الدوري دلوقتي. متصدر الدوري دلوقتي بتهيألي الاسماعيلي بفارق نقطه واحده عن النادي الاهلي، ولسه في مباراه مؤجله بين النادي الاهلي اعتقد ونادي المقاولين على ما اعتقد، حاجه زي كده لسه. يعني نرجع مره ثانيه لماتشات نادي الدوري. ده جمال الدوري، ومنتظرين كمان التغيير اللي هيحصل في نادي الزمالك من وجود كابتن ايهاب جلال المدير المحترم جدا. ونتمنى السلامه دايما للدوري المصري عقبال ما نشوف الجمهور باذن الله في المدرجات يزهر زي ما بنقول كده، ونرجع دايما للايام الحلوه مره ثانيه. نستعرض مع حضراتكم فقراتنا للنهارده. معانا الكاتب الصحفي المتميز استاذ بيشوي رمزي، متابع لاهم الاخبار اليوميه. الحقيقه سوق العقارات في مصر بيشهد كل فتره تغيير، ونقول ارتفاع في سوق العقارات في الشتاء ولا في الصيف؟ لا، ده في الصيف اكتر. طب مواد البناء اخبارها ايه؟ حديد التسليح بيزيد كل شويه، الزلط، الرمل، الاسمنت، الكلام ده كله. ده اللي هنعرفه النهارده من الحقيقه الكاتب الصحفي استاذ محمود الجندي، ونتكلم على سوق العقارات وفي طفره ولا لا. اعتقد هيبقى في طفره. تاني المصريين كلهم عندهم عاده ان دلوقتي يحبوا يستثمروا في العقارات. يعني زمان كانت الناس تحط مضمون. كانت الناس تحط الفلوس في البنوك ويجي لهم الفوائد من الودائع. دلوقتي لا، العقارات. انت بتشتري مليون بتبيع باثنين يعني. هو امتى ده اكتر سوق الناس مقبلة عليه وفي استثمار فعلا. كمان بيكون عندنا دايما يوم السبت بيكون فقرة عن ديكور، ومعانا المهندسة يسرى زكي، وهنتكلم عن كيفية التفكير في تصميم ديكور جميل. البيت جميل. مهم قوي، عشان ساعات الواحد بيبقى زهقان وعايز يبقى عنده أفكار جديدة في بيته، فازاي يقدر ان هو يغير بعض الافكار البسيطه جدا تخليك تحس ان انت في مكان جديد. انا بايدك على كلمه البسيطه قوي دي، لان فعلا من خلال مهندسين ديكور اللي بيجوا الحقيقه في برنامجنا انا وراك سعيد بيقدموا افكار جميله قوي وبسيطه جدا. انت بتقعد بحسك اشرف بتستنى الفقره دي لانك بتستمتع بيها جدا. بتفرج عليها. ايوه والله بجد بتفرج عليها بالظبط. طيب خلينا نتكلم كمان عن اهميه سياحه المعارض والمؤتمرات. ساعات بنستهون بالكلمه شويه، يقول لك معارض ايه ومؤتمرات ايه يا جماعه؟ الموضوع مش محتاج كلمه سياحه. لا، سياحه المعارض اصبحت مهمه جدا جدا وبتجيب دخل كمان لمصر. وخلينا نبارك، وقلنا مره واثنين وثلاثه الارض المعارض الجديده في التجمع الخامس، الحقيقه طفره ومنظومه اكتر من رائعه. خلينا النهارده هنتكلم على الموضوع ده مع استاذ فهمي احمد احد منظمي المعارض والمؤتمرات بارض المعارض بالقاهره. في موسم جديد للافلام، وكل سنه وحضراتكم طيبين، واجازه نص السنه، وكان في اعياد الكريسماس ونيو يير. ويمكن 2018 واخر 2017 شهد موسم سينمائي وتلفزيوني جديد، وكان عليه اقبال شديد جدا من المشاهدين. فعشان كده هنتكلم عن موسم الافلام وموسم كمان الاعمال التلفزيونيه لعام 2018. هيكون معانا الناقد الفني استاذ رامي متولي. بالتاكيد هنبدا اولى فقراتنا مع الكاتب الصحفي المتميز بشوي رمزي، ومع دينا وقراءه في اهم اخبار وعناوين ونشاطات الصحف الصادره صباح اليوم. ولكن خلينا بالتاكيد نبدا بفقره الصحه والجمال، فقره الرياضه وكابتن حسام تايجر سريعا، ونرجع مره ثانيه مع دينا.